الرقبي بتيجي فيها نسختين، نسخة السيفنز اللي هم 7 لعيبة، نسخة الفيفتينز اللي هم 15 لاعب. تنقسم اللعبة على فريقين على ملعب يعني تقريبا من طول ملعب كرة القدم أطول بعشرة متر عرض وطول. بنقسم لفريقين، السيفنز اللي هي 7-7 على نفس الملعب، بس بيكون وقت المباراة 14 دقيقة 7 دقائق كل شوط. بينما الفيفتينز اللي هي 15-15 بتكون 80 دقيقة شوطين كل شوط 40 دقيقة. احنا كرقبي بالنادي الاهلي بلشنا صرنا سنة ونص تقريبا هسه، بلشت من انا وسيف اباظة ونارد كلمات، كان عندهم الفكرة قدموها للنادي الاهلي يعني انهم يبلشوا النادي الرقبي، ومن هناك انطلقنا السنة الماضية. رقبي لما يجي واحد جديد يلعب عندنا ما بننزل مباراه ثاني تمرين، بنعلمه البيسكس كيف يحمي حاله، كيف التكنيك جوا الملعب، في طرق معينه انك تحمي حالك جوا الملعب. هي التكل اللي هو عمليه النزال على الارض للخصم بس للمعط الكره، مش اي واحد بنزل عشان يكون تحت السيطره من الحكم، تمام. ففي شروط وفي طرق لعمليه التكل انزال اللاعب على الارض، وفي طرق للاعب اللي مع الكره انه يحمي نفسه، في قوانين تحمي هاي الشغلات. الفوروردز والباكس، الفوروردز اللي هم الاسامي الضخمه شوي، والباكس هم الفت وبكونوا سريعين. الكره او الجول في الرقبي بسموها تراي، تي ار واي، هي عباره عن فريق اتاك وفريق ديفنس. اكيد الفريق المهاجم بده يخترق باي طريقه الفريق المدافع، عند اختراق الجابس اللي هي الفجوات بركض اللاعب وين خط اخر خط الملعب عند التو بوست، بكونوا وراء هذا الخط بكون عمليه التراي هو الهدف، عليها 5 بوينتس خمس نقاط. بعدين من مركز معين في الملعب السكرام هاف او اي لاعب عنده استطاعه انه يشوت بين التو بوست عليها 2 بوينتس، هي بسموها كونفرجن. وفي بعض الاحيان في الملعب في بصير بنالتي حسب الحاله عليها 3 نقاط 3 بوينتس.